هيركولس اختبار جديد لإقناع النخب بالماضي بالبقاء ضمن خيارات. إليكم بعد السادسة إن شاء الله. تستمعون إلى القناة الأولى. بطريقة جميلة وبالصورة التي يحبها الجمهور. ديل بالليلي الهدف المنتخب الجزائري فعلا الهدف الأول للمنتخب الجزائري. إذن بملعب رادس بتونس بشعار مواصلة الانتصار في ديربي واحد لكسب نقاط جديدة في بشيريه يا بلادي. والله جميلة وفرعة على التبقى نحن تارس بالقبلة عرفية من آدم والناس. الجزائر تونس اختبار جديد إقناع النخب بالماضي بالبقاء ضمن خياراته قبل بداية تصفيات المونديال. هدف أول الحكم الجزائر تونس مباشر ضمن بلاطو سهرة الجمعة بداية من 8 ليلا على أمواج القناة الأولى. الانتخابات التشريعية 12 جوان 2021. القناة الأولى في تغطية شاملة ومتواصلة للحدث من أولى ساعات الاقتراع وحتى إعلان النتائج في متابعة ميدانية عبر شبكة سفرنا ومراسلينا من كل مناطق الوطن ضمن تقارير إخبارية آنية روبورتاجات حصرية وبلاطوهات تحليلية مباشرة ومتلاحقة ختامها السهرة الانتخابية بعد نقل حي من مكاتب الانتخاب لعملية فرز الأصوات. تشريعيات جوان 2021 تشريعيات جوان 2021 هذا السبت على القناة معكم على أخبار السبت. تشريعيات 12 جوان 2021